نحن نبعد عن خط الصد خارج يعني بال15 كيلو متر، وتحوي من القرى قرية أم الذيابة وقرية أم سياليلة وقرية أصباح البقارة وقرية أصباح البدو وقرية المعين وقرية أم سياليلة، وبلغتنا القوات الأمنية لنزوح هذه العوائل الطب داخل خط الصد. تهجرنا نحن وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الكبار ومواشينا مصدر عيشتنا، ولا نملك مخيمات ولا نملك صوبات تدفئة الأطفال ولا نملك سرائر ولا نملك، طلعنا طرقية من قرانا. ما يحدث الآن هو استنساخ لتجارب جرف الصخر وقرى الإمام وعزيز بلد وما ذلك من المناطق التي جرى تهجيرها ولم يعود أهلها، لأن الحكومة صمتها ليس صمتاً إنما مشاركة فعلية في عملية تهجير قرى مكحول. والله احنا نزحنا من قرية مسيالينا، من 7 قرى نزحنا، نزحتنا القوات الأمنية، وهسه أنا لا حول ولا قوة، حالنا دايح مفطس ما حد يشتري، جهاننا مفطسة. هسه عمتنا عوائلنا متبهدلة، احنا متبهدلين، مكانات كل 7 عوائل بخيمة وبالجهال موتها البري. هذا الطفل والله عنده نقص بالدم ونايم بالخيمة هاي لايلون، حتى ما لحقنا حتى نخيط قوان يعني ونحط جهاننا بيه. هي هاي سكنتنا، تبلغنا وعرفنا بيوتنا ومكاناتنا وفلاحتنا وتهجرنا وطلعنا. ماذا تفعل هالقوات الأمنية؟ وظيفتها التهجير أو إبلاغ الناس بإخراجهم من منازلهم؟ حقيقة يعني إذا لم يكونوا هم قادرين على حماية هذه المناطق فليسمحوا بالتطوع من قبل أهالي وقرى هذه المناطق وهم يحمون أنفسهم.